هنتكلم النهارده اكتر عن تاهل النادي الاهلي لنهائي النسخه الاولى من سوبر الانديه الابطال في الامارات وتفاصيل كثيره عن مباراه النهارده. كالعاده وبالقضية ممكن القاتل في الوقت القاتل يتاهل النادي الاهلي لنهائي كاس السوبر المصري للانديه الابطال في نسخته الاولى بنظامه الجديد بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا المجتهد والمحترم بهدف نظيف. النهارده الاهلي مش بس فاز على سيراميكا ولكن فاز على الاجهاد، فاز على ضغط المباريات، فاز على تلاحم البطولات، وكالعاده فاز بفرحه جمهوره، فاز بوجود جمهوره دايما في ظهره. بالمناسبه النهارده مباراه ما كانتش سهله، صعوبتها جايه من انت بتلاقي وتواجه فريق محترم، ولكن على الجانب الاخر ضغوط كبيره جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني. ان انت تطلع من مشاركه لمشاركه، وده اللي احنا كنا بنحذر منه في هذا البرنامج. الناس قالت لي يا عم اسلام تقعدش تقول بقى اجهاد، والله العظيم ثلاثه اكتر حاجه خطر ضد النادي الاهلي خلال الفتره دي وخلال مباراه يوم الخميس ايضا هي الاجهاد. الخميس الدنيا هتبقى اصعب. النهارده هو ده مستوى النادي الاهلي؟ مستوى النادي الاهلي افضل من كده بكتير، مستوى النادي الاهلي احسن من كده مليون مره، على الرغم من التعب الكبير جدا جدا اللي عمله كل لعيب في مكانه. لكن ان انت تلعب ثلاث مباريات في 8 ايام ضد فرق من كاس العالم الانديه وتخرج من جده على ابو ظبي عشان تلعب مباراتين مع فرق مريحه بقالها 10 ايام واسبوعين وعامله لك معسكر فين؟ في الامارات ومن بدري. ولكن عندما تراهن على النادي الاهلي دايما هتكسب. صدقتوني لما قلت لحضراتكم ان الاجهاد خطر كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، والله ما بنقول كده تبرير ولا اي شيء لاي حاجه. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا والناس مبسوطه وفرحانه، ولكن الاجهاد خطر كبير على لعيبه النادي الاهلي وعلى لعيبه منتخب مصر من النادي الاهلي والقوام اللي هم القوام الاساسي للمنتخب. حضراتكم دلوقتي لما تشوف الشناوي بيطلب التبديل، حضراتكم الشناوي ده يعني مش آلة، مش مكنة. ياسر إبراهيم بيخرج مصاب، ما هو ياسر إبراهيم مش آلة، مش مكنة. هنقول إيه عن أفريقيا واللي بيحصل في أفريقيا؟ وناس طالعة تنتقد أعذار النادي الأهلي اللي فاتت، إن إحنا بنقول إن إحنا يا جماعة مرهقين تعبانين. تخيل حضراتكم ان في ناس طالعه تعتذر او تنتقد اعتذار النادي الاهلي عن كاس الرابطه. يا ترى حضراتكم صدقتونا ولا ما صدقتوناش؟ اتمنى ان كل واحد يطلع يتكلم، وانا النهارده هتكلم كتير عن كابتن ايمن الرمادي. انا زعلان منك جدا يا كابتن ايمن. انا زعلان من كابتن ايمن الرمادي جدا، اكتر مدرب بنشيد بيه خلال الفتره السابقه والنهارده فنيا يعني، ولكن لم يستطع التحكم في فريقه كابتن ايمن، وهقول ليه دلوقتي. لكن واحد يقول لي قبل ما اروح لكابتن ايمن يقول لي ده جول فيه توفيق كبير، هقول لك ما هو التوفيق ده مش بيجي غير للمجتهد واللي بيتعب واللي ربنا ادرى بظروفه وتعبه واجتهاده وتمرينه كل يوم وسفره من هنا لهنا 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 عشان يفرح 80 90 مليون اهلاوي. التوفيق بيكون معاك بس لما تستحق ان يبقى في توفيق. التوفيق بيجي للي يستحقه. لعيبه النادي الاهلي تستحق، لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني يستحقه، 80 90 مليون اهلاوي يستحقوا.